بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. أبناء الطلبة، السلام عليكم مرة أخرى مع علم المنطق. وصلنا إلى التصديق. قلنا أن العلم علمان، العلم الحصولي والعلم الحضوري. والعلم الحصولي ينقسم إلى التصور والتصديق، والتصديق ينقسم إلى اليقين والظن. اليقين هو ترجيح أحد طرفي القضية مع نفي الطرف الآخر، أما الظن ترجيح أحد طرفي القضية مع احتمالية تجويز الطرف الآخر. فإذا عرضت قضية للإنسان أو خبر ما، فإما أن يرجح وقوع الخبر أو عدمه مع نفي الطرف الآخر، وهنا يحصل اليقين، أو أنه يجوز احتمالية الطرفين وتجويزه لاحتمالية الطرفين، يعني الوقوع وعدمه، هنا يحصل الشك. أو أنه يرجح أحد الطرفين، يرجح الوقوع أو عدمه مع احتمالية الطرف المقابل أو الطرف الآخر، هنا يحصل الظن. أو أنه يحتمل وقوع الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر، وهنا الوهم. فالوهم والظن متقابلان متعاكسان. فاليقين هو تصديق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذبه أبدا، أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه أبدا، أي أنك تصدق على نحو الجزم، وهو أعلى قسمي التصديق. أما الظن هو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز احتمالية الطرف الآخر، وهو أدنى قسمي التصديق. أما الوهم هو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر، فهذا هو الوهم. والشك هو أنه يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم، وهنا يقال له الشك. الشك والوهم ليس من أقسام التصديق، بل قسمي التصديق، اليقين والظن. النقطة الأخرى، الظن والوهم متعاكسان، ففي قضية ما إذا توهمت أحد الأطراف فإنك تظن بالطرف الآخر، وإذا ظننت بأحد طرفي القضية فإنك تتوهم القضية الأخرى. فإذا كنت تتوهم عدمه فإنك تظن بوقوعه، وإذا توهمت وقوعه فإنك تظن بعدمه. هذا بالنسبة إلى التعاكس ما بين الوهم والظن. الجهل وأقسامه، كما أن العلم قسمان، لأن العلم الحصولي تصور وتصديق، فيعني العلم الحصولي هو العلم التصوري والعلم التصديقي. فإن الجهل أيضا ينقسم إلى الجهل التصوري لا يستتب حكم، وهو الجهل البسيط، والجهل التصديقي لأنه ناتج عن اعتقاد، ناتج عن يقين لدى الجاهل، يعني أنه بهذا الحزم يجهل أنه يجهل، فهذا هو الجهل التصديقي. وبينا أن الجهل التصوري هو الجهل البسيط، أي أنه لا يجهل، يجهل الشيء ولا يجهل بجهله، بل هو يذعن بأنه يجهل، يعني هو لا ينكر أنه جاهل. والجهل المركب هو الجهل التصديقي، هو جاهل بشيء ولا يعتقد بجهله، بل يعتقد أنه يعلم. فالجهل بالشيء والجهل بالجهل،
ولهذا يسمى بالجهل التصديقي أو إنه الجهل المركب، وهو أصعب أنواع أصعب نوعي الجهل، وهو كالغدة السرطانية التي لا يمكن أن تعالج إلا بالاستئصال. الجهل المركب، البعض منهم لأنه يستتبع اعتقاد وإذعان يعتقد أنه من العلم، ولكن العلم حصول، يعني صورة الشيء لدى عقل الإنسان أو انطباع صورة الشيء، يعني صورة نفس الشيء، بينما في الجهل المركب انطباع صورة معاكسة للشيء، يعني ليست انطباع صورة نفس الشيء، ولهذا لا يمكن اعتباره من ضمن أقسام العلم. فإذا حضرت صورة غيره بزعمه أنها صورته، فلم تحضر صورة الشيء بل صورة شيء آخر زاعما أنها هي. وهذا هو حال قلنا الجهل المركب، فلا يدخل ضمن تعريف العلم. فكمن يعتقد أن الأرض مسطحة لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعية لكروية الأرض، ولهذا يعتقد أنها مسطحة ويصر على اعتقاده هذا، فهذا يدخل ضمن الجهل المركب لأنه يتخيل أنها في الواقع مسطحة، ولكن في الحقيقة الجهل المركب يتخيل صاحبه أنه من أنواع العلم وليس كذلك. فلا يصح أن يكون الشيء في أقسام مقابلة لأنه يقابل العلم، كيف يكون من أقسام هذا الشيء الذي يقابله؟ والاعتقاد حقيقة لا يغير الحقائق، فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر أنه إنسان هو ليس إنسان، يعني هذا الاعتقاد لا يصير هذا الشيء إنسان على الحقيقة أبداً. نأتي إلى، فإذا قلنا الجهل المركب، الجهل جهلان، الجهل البسيط والجهل المركب، والجهل المركب ليس من أقسام العلم بل إنه من ضمن أقسام الجهل، وهو الغدة السرطانية التي لابد من استئصالها. بالنسبة إلى موضوع علم المنطق، كل علم له موضوع، المنطق أيضا كعلم لابد له من موضوع. المنطق يتحدث عن تفكير البشر ويبحث في مسير هذا التفكير، ومسير التفكير في نوعين: النوع الأول تنظيم التصورات السابقة للوصول إلى تصور جديد، والنوع الثاني تنظيم وترتيب التصديقات الموجودة سابقا في الذهن لتحصيل تصديق جديد. وعليه فالمنطق يبحث في التصورات الموصلة إلى تصور جديد، وفي التصديقات الموصلة إلى تصديق جديد، ولأن التصورات الموصلة إلى تصور جديد هي تسمى بالمعرف، والتصديقات الموصلة إلى تصديق جديد تسمى بالحجة، فالمعرف والحجة هما موضوع المنطق. وبقول الحكيم السبزواري في منظومته: وموصل التصور معرف، والحكم حجة، فموضوعا قفو. هذا البيت الشعري الذي يؤكد على أن المعرف والحجة موضوع علم المنطق، والمعرف هو التصورات الموصلة إلى تصور جديد، والحجة هي التصديقات الموصلة إلى تصديق جديد. هذا بالنسبة إلى موضوع علم المنطق. نأتي إلى العلم الضروري والعلم النظري. العلم الضروري يعني العلم البديهي، والعلم النظري هو الذي يحتاج إلى تدقيق وتفحص وتمعن وفكر وبصيرة حتى نصل إليه.
أما العلم البديهي لا، هو يصدر يعني بالبداهة ويصدر يعني فجأة وبسرعة، فهو علم يعني حاضر في وجود الإنسان. فعلى أي حال، الانقسام ما بين العلمين، العلم البديهي والعلم النظري، لسببين. أولا، الوجدان يحكم بذلك، يعني الوجدان يحكم بوجود يعني تصورات وتصديقات بديهية، ويحكم أيضا بوجود تصورات وتصديقات نظرية. فعندما نقول العلم الضروري والعلم النظري، ما يخص التصورات والتصديقات، فكل من التصورات والتصديقات ينقسم إلى قسمين، العلم النظري والعلم البديهي. الانقسام سببه الأول الوجدان، بالوجدان أنه ندرك إلى وجود التصورات البديهية والتصديقات البديهية، وبالوجدان ندرك وجود التصورات النظرية والتصديقات النظرية. والسبب الآخر ما ذكره الجمهور من أن التصورات والتصديقات لو كانت جميعها بديهية لما احتجنا إلى نظر وفكر وبصيرة وجهد في العلوم. ولو يعني قلنا أن التصورات والتصديقات جميعها نظرية لحصل التسلسل والدور. بالنسبة إلى التسلسل، فمثلا العلة أليف أو الشيء الذي هو أليف يحتاج في حصوله إلى علم آخر اللي هو الشيء باء، يعني إثبات وجود العلم أو إثبات وجود الشيء الذي هو أليف يحتاج إلى وجود شيء آخر اللي هو باء. ووجود الشيء باء اللي هو علم نظري أيضا يحتاج في إثبات وجوده إلى شيء آخر الذي هو جيم، وجيم هكذا يحتاج إلى شيء إلى إثبات في إثباته إلى وجود شيء آخر، فيتسلسل. والتسلسل في العلوم العقلية محال وباطل. وبالنسبة إلى الدور، فالشيء جيم الذي وصلنا إليه لإثبات وجوده، يعني هو عن طريق وجود باء تم إثباته، ولإثبات وجوده يحتاج أليف أو يحتاج إلى باء، وهذه القضية دور. يعني في وقت أنه معلول أصبح علة، يعني في نفس الوقت هو معلول لشيء وهو علة لشيء آخر، وهذا باطل ومحال. وهذا هو السبب الثاني الذي يؤكد على أن العلم ينقسم إلى العلم النظري والعلم البديهي، فقلنا لسببين، السبب الأول الوجدان والسبب الثاني التسلسل والدور. بالنسبة للعلم الضروري الذي هو العلم البديهي، هذا العلم في تحصيله، لا يحتاج إلى كسب ونظر وفكر واضطرار وتعب وجهد، بل هو فجأة وارتجال يحصل في وجود الإنسان، كتصورنا لمفهوم الوجود أو تصورنا لمفهوم الشيء. هذا بالنسبة إلى التصورات. بالنسبة إلى التصديقات، تصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء، وتصديقنا بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وتصديقنا بأن الشمس طالعة وأن الواحد نصف الاثنين، وهكذا بالنسبة إلى التصديقات الأخرى. أما العلم النظري هو الذي يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وتفكر، كتصورنا لحقيقة الروح،
يعني لو كان وجود الروح وجود بديهي لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله: فاز باللذات من ظفر بمعرفة نفسه. يعني يحتاج من عندنا جهد، يحتاج من عندنا تعلم، يحتاج من عندنا دراسة علوم مختلفة حتى نصل إلى هذه المعرفة. معرفتها مدعاة إلى اللذة الدنيوية والأخروية، وحقيقة هذه الجوهرة وجودها وجود نظري. لو كان مسألة أخرى وجود الباري تعالى، لو كان وجوده وجود بديهي لما احتجنا إلى الأدلة والبراهين. نعم، الوجود وجود بديهي، ولكن هذا الوجود إما واجب وإما ممكن، فنحتاج إلى برهان إلى إثبات وجود الواجب. ولهذا انطلقت البراهين من أبسطها إلى أعقدها. فالوجود النظري يحتاج إلى دليل، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى جهد.